الموقفين اللي تشوف فيهم توا تابعين كانوا لإيواء طريق المطار، وكان تقريبا عليهم الاشتباكات. قمنا بنقلهم بعد تعليمات وكيل الوزارة، قمنا بنقلهم. وطبعا العدد كان عندنا العدد كبير احنا، والعدد اللي جابوهنا أكبر، حوالي 545 رجال ونساء وأطفال. والخيمة اللي تشوفها هذه طبعا إمكانيات خاصة تابعة بمقر، قمنا بتبليغ المنظمات لكن المساعدات غير كافية كانت. أكثرية التموين جهد خاص بالمقر، طبعا كان العدد كبير علينا. الإجمالي حوالي 950 العدد الإجمالي. وهنينا قاعدين توا في هجرة غير الشرعية في منطقة في ليبيا، في منطقة جنزورة. توا هنا هجرة غير الشرعية في ليبيا جوا، الناس حلبة تقريبا 4000 5000 تقريبا هيك. في ناس الناس مات من جوا، في ناس حي، الناس الحي دي بين الحياة وبين الممات. توا عندنا في أطفال وفي نسوان عنده حملة، برضو نسوان حلبة، وفي الجماعة الدريج حلبة. توا في سافر، أول جينا في منطقة إنزارة عشان حرب، وبعدين جينا في منطقة طريق المطار، برضو في مطار طريق المطار في حرب حلبة، وبعدين مشينا 3 ساعات 4 ساعات من القرعين. 4000 الناس دي كلها يعني خشينا في منطقة كريمية، وبعد منطقة كريمية جينا في منطقة جنزور. برضو اليوم قاعد بسافر، خليه بيشوف العالم، الناس المهاجرين دي كلها، خليه بيشوف أوروبا وعالم كله، خليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهكذا، حياة الحقوق الإنسان في العالم كله، خليه بيشوف العالم كله وهكذا. رئيس الأفريقيا كله، في ناس مات هلبة، وفي ناس قاعد جعان في البلد بتاعه، وفي ناس طلع من بلد أمه وأبوه مات. الحمد لله من الأمس وصلنا في جنزور، أكل قبل ما بوصل في جنزور في طريق المطار وفي طريق الإنزارة ما أكلنا شيء. حتى الطلبة مستوى.